بسم الله الرحمن الرحيم. لاراش اون فول اليوم كما عودناكم دائما على الساعه ديال الثامنه كنرصدوا الاغلاق ديال الاسواق وقيصريات. اليوم كنتواجدوا بسوق صغير بالمدينه العتيقه، كنصطفوا معنا رئيس جمعيه سوق صغير حسن نور. سي حسن، شي كلمه بالحضور ديال لاراش اون فول اليوم عندكم. اول شيء تحيه للسي حكيم وموقع لاراش اون فول على الاستضافه. سي حسن، هاد السوق الاغلاق اللي طاق السلطات، يعني كنشوفكم ملتزمين كلشي بالزدود، هذا ما كانش مخصر عليها. بالنسبه للقرار ديال الحكومه، احنا ملتزمين، قالوا 8، الحمد لله 8 كتشوف السوق كامل شاد من ضبط القرارات الحكوميه اللي فيها الصالح العام. نعم. هاد القرار يعني انتم كتجار، عندكم شي اكراهات؟ عندكم شي والمعاناة اللي كنعانيو على مستوى الوطني كتجار كقطاع ديال التجاره، وعلى مستوى ديال السوق حنا عندنا المشاكل اللي كنعانيو منها، هذه راه مده، راه من 2008 وحنا كنعانيو. لا كنصردوا المشاكل، حنا قبل كورونا راه 2008 كان واحد الاصلاح اللي دخل السوق صغير اللي كان تقريبا المده ديالو ديال 4 سنوات اللي كنا ضارينا فيه، وموراه جا واحد الاصلاح ديال فندق جلجو اللي تا هو تقريبا كانت شداد الاوقاف الاحباس، واللي كان المده ديالو الاصلاح اللي كان تقريبا فيه سنه وتمدد لـ3 سنين، اللي هاد الشيء شي محلات راه باقي ما حلينش. دابا هذه من 2015 ما حلوش، وكاين الاصلاح اللي كان عاوتاني كذلك اللي ضر السوق صغير وضر المدينه القديمه، الاصلاح ديال الساحه ديال التحرير، موراها عاوتاني كان اصلاح ديال اعاده التهيئه ديال مدينه قديمه ديال السوق صغير التهيئه. هاد المرحله تقريبا ديال 10 سنين حنا كنعانيو الاصلاحات، كنعانيو الاصلاحات. قلت لك كنعانيو تقريبا لمده 10 سنين حنا كنعانيو، وحنا عندنا دابا المحلات 30% ديال المحلات شادو اعلن الافلاس ديالهم، نظرا ما كاينش شي واحد دعم مباشر ليهم البرامج اللي دارت هذه تقريبا قلت لك 10 سنين، والناس المسؤولين اللي كانوا كيشدوا هنايا وكيديروا بحال اللي كنقولوا حنا برامج من اجل دعم السياحه للمدينه القديمه ولا التهيئه للممر السياحي للمدينه القديمه، هذه كنعتبرها ان كامل البرامج فاشله، يعني ما عطاتش الاكل ديالها. وانت كتشوف دابا يعني عاد جايين السوق، دابا عاد جبر انت السوق فيه جوج بازارات ولا بازار واحد اللي باقي، وثلاثه ديال المحلات ديال الملابس، وتابع تقريبا ديال الالكترونيات، يعني تا لا جا عندك تا السائح شنو تقدم له في مدينه قديمه. يعني حنا بحال اللي كنقولوا حنا راجعين للور، وهاد البرامج اللي دارت الاخوان اللي كنقولوا حنايا اللي كيتصدروا المشهد، ملي كتجي شي دعم من المدينه القديمه ولا كتجي شي فلوس كيبانوا هما، ولكن في نفس الوقت دابا ما كنشوفوا حتى شي واحد هنا اللي كنعالوا به صمت. نعم، كما قلت سي حسن الحسن، ديك السيفه ديال المدن العتيقه، واش هنا كتجر ديال المدينه سوق صغير واش عمرهم استفدوا من شي دعم؟ حنا شوف حنايا حنا مقصيين، ما كيشاركونا معاهم ما والو، حنايا بحال اللي ما كايناش، حنا بحال اللي مأثن بنا المشهد، حنا قصارين بنا والعربيه والسلام. حنا ملي كتكون شي واحد ماجي كيقول لك شد ولا حل ولا يسكت في الدنيا والسلام، شي حاجه اخرى راه ما كايناش. اما الناس اللي عندهم شي رؤيه انهم يدعموا هذه القطاعات هذه اللي هنايا، كاين الحرفيين، كاين الصناع، كاين الناس ديال البازارات اللي خصهم واحد الدعم مادي مباشر، باش انك ميجي عندك شي واحد يجي عندك من مدينه اخرى وتجي انت غادي كيتسمى هذا راه ارث تاريخي، هذا خصنا نحافظوا عليه. ولكن كنشوفوا هاد المصطلحات كيكونوا في الشماع، شي حاجه في الارض الواقع راه ما كايناش. وبالنسبه لواحد الاشكال اللي عندنا حنايا مع الاوقاف، عندنا واحد الاشكال اننا الاخوان ديالنا هنا تجار على قدهم، تجار صغار والحاله ديالهم على قدهم، المخير كتبان عنده هنايا في المحل ديالو 4000 درهم 5000 درهم بالسلعه. في حين ان شي اخوان اي اغلب المحلات كيكون فيهم جوج الاسر ثلاثه اللي كيستافدوا من المحل كيعيشوا منه، ملي كيموت الاب ولا شي حاجه كيخلي ديك المحل الابن ديالو فيه شي 3000 درهم ولا 4000 درهم سلعه. كنتفاجئوا كاين شي قرارات اللي كيجي مثلا من دار الاوقاف كتجي اننا كيخصك تقلب المحل بسميتك، ولا بغيتي تقلبه بسميتك خصك 20000 درهم حتى 25000 درهم. ديك 25000 درهم راه يعمر بها المحل ديالو، راه الناس المسؤولين خصهم يعرفوا شنو كاينه. حنا هذه المرحله هذه تقريبا من شهر 3 و4 و5 و6 حنا شادين القطاع ديالنا التجاره والمتضرر، باش الوظيفه العموميه ولا كلشي كان في المنزل ديالو كيتخلص. حنايا كنا شادين المحلات ديالنا ملتزمين بالحجر، ما عندنا لا ضمان اجتماعي لا تغطيه صحيه لا والو، واش فهمتيني؟ في حين ان قطاعات اخرى انها كتستافد،
حنا دابا القطاع هذا قطاع ديال التجاره والصناعه والخدمات، كاين الناس في الصناعه عندهم الممثلين ديالو وبالخدمات عندهم الممثلين ديالهم، حنا كنهضروا التجاره. حنا قطاع تضررنا، اننا شدينا 4 شهور والصيف خرجت، الصيف خرجت بايضه، يعني راه ما عملنا لا تجاره لا والو. دابا انت السنه دازت سنه بيضاء، يعني خص شي قرار الحكومه انها تكون عندها واحد الرؤيه مستقبليه لقدام. يعني راه حنا قلنا لهم شحال هذه المراسلات اللي عملنا للغرفه ولا شي حاجه، قلنا لهم ما بعد كورونا، ماشي قبل كورونا، قلنا لهم ما بعد كورونا شنو غديروا واحد الحل باش اننا واحد الفئه متوسطه ما توليش عاوتاني حتى هي من فقيره، تولي حتى هي من الهشاشه اللي كنعيشوا دابا. حنا ولينا بحال صافي راه في الحاضي دابا، حنايا كنشوفوا بحال اللي كيقولوا. سي حسن هذا حسب اللي كنشوفوا واقيلا ان تا كورونا دابا ولدات ودابا بحال اللي قالوا قصاره معنا دابا، زاد جابت بوها باش يجلس معنا دابا، هي دابا حنا قصارين، دابا حنا متعايشين معاها، نطلبوا الله الرحمه الوفيات ديالنا والشفاء للمرضى، ونطلبوا الله يرفع علينا هذا الوباء هذا، ونطلبوا الله تكون السنه اللي داخله سنه خير وبركه وشكرا. شكرا لاي واحد تابع معنا في هذا البث المباشر اللي درناه من باب المدينه، باب المدينه العتيقه اللي كيعرف في هذه اللحظه هذه اغلاق العام، يعني التوقيت اللي دارته الحكومه، القرار الحكومه كل شيء كيتزن به هنا بمدينه سوق صغير، بسوق صغير كل شيء ملتزم. بالنسبه اللي كنشوفوا الصوره كل شيء الان سوق صغير، الان كل شيء ملتزم كيشد، كاين اللي شاد وكاين اللي باقي ما شادش. وكنتمنوا دائما ان الحكومه، رئيس الحكومه وحكومه المغربيه ان تتفاهم هاد التجار، لان كاين اكراهات، كاين ضغوطات، كاين تراكمات ديال الكريديات، تراكمات ديال الشيكات، تراكمات ديال الكراوات، لا من ناحيه الكراء الخاص، لا من كراءه الاحباس، لا من كراءه الجماعات. صوره حيه من داخل سوق صغير مدينة العتيقة. شكرا لأي واحد تابع معنا في هذا المباشر، فراش أخر تحييكم، مساءكم سعيد، سنة سعيدة.